أهلا بكم مشاهدينا أينما كنتم إلى حوار لا يخلو عن الحديث عن مشاكل العنف الأسري التي استشرت مؤخرا وبشكل مرضي في مجتمعنا العراقي، سيما بعد تنامي ظاهرة المخدرات وتفاصيل أخرى نستعرضها في حوار الليلة بعد فاصل قصير. نرحب مشاهدينا باللواء الدكتور عدنان حمود، مدير عام دائرة حماية الأسرة من العنف الأسري. بالبداية، شنو فرق اللواء الدكتور عن اللواء العادي في وزارة الداخلية؟ أهلا وسهلا ست زينب، أهلا وسهلا بيك ومشاهدي قناة الشرقية الكرام. بالتأكيد حضرتك هذا لقب علمي نتيجة الدراسات، تحصل على اللقب العلمي بالاختصاص المطلوب، بالتالي هو اللي يؤدي الغرض في المديرية. تتحسسون إذا ما قلنا دكتور بالبداية؟ لا، هي الرتبة واللقب العلمي. مثلا بالعسكرية اللواء الركن، فصير لواء الدكتور. هل هذه الدائرة مستحدثة؟ لما نتحدث عن دائرة حماية الأسرة من العنف الأسري، شو طبيعتها؟ تحدث للمشاهد أكثر عنها. بالتأكيد مديرية حماية الأسرة والطفل من العنف الأسري هي إحدى الدوائر الاختصاصية التابعة لوكالة الوزارة لشؤون الشرطة ووزارة الداخلية، تعنى بشؤون الأسرة العراقية من العنف الأسري، سواء كان العنف متعرض له الزوجة أو الزوج أو الأطفال. طيب حدثني، شنو الأدوات اللي تتحرك من خلالها هذه الدائرة؟ يعني بالتالي لما نتحدث عن مؤسسة حيوية مهمة، لازم نتحدث عن ما يهيئ لهذه المؤسسة من بنى تحتية وكوادر. بالتأكيد تحتوي هذه المديرية على 16 قسم لحماية الأسرة من العنف الأسري. في كل محافظة من محافظات القطر يوجد قسم يعنى بشؤون الأسرة. في بغداد يوجد في جانب الكرخ قسم، وفي جانب الرصافة قسم. نظرا للزخم السكاني في العاصمة بغداد، سوف يتم استحداث قسمين إضافية في جانبي الكرخ والرصافة ليلبي احتياجات وشكاوى الأسرة العراقية بهذا الخصوص. طيب أنا سمعت مؤخرا بأن حالات العنف ضد الرجال هي الأكثر مقارنة بالعنف ضد النساء، وهذه مفارقة. قبل سمعنا بهذه الظاهرة في إقليم كردستان، لكن عندما نتحدث عن هذه الظاهرة في عموم العراق قد تبدو غريبة. من خلال وجود حضرتك اليوم، أما نؤكد أو ننفي على الأقل أي الحالات هي الأكثر إذا ما أردنا أن نعطي نسبا مئوية لحالات التعنيف؟ لا، بالتأكيد لدينا إحصائيات، لدينا قاعدة بيانات، قسم التخطيط معني بهذه الأمور. كل شهر نقيس الازدياد أو انخفاض حالات العنف الأسري. أصحح المعلومة، نسبة 57% هي اعتداء الزوج على الزوجة، ونسبة 15% هي اعتداء الزوجة على الزوج. يعني النسبة العظمى هي اعتداء الزوج على الزوجة وليس العكس. الزوج على الزوجة؟ الزوج على الزوجة نسبة 57%. أها، يعني هو الطبيعي. الطبيعي بالضبط. القوة الجسمانية للرجل أو يعني تكون نسبة أكبر للرجال بالنسبة للنساء. ما هي النسب الأخرى؟ الاعتداء على الأطفال؟ الأخرى الاعتداء الأخ على الأخت نسبة 7%، الأخت على الأخ، في السكن الواحد بعض الأبناء على الأحفاد، هذا يعني بنسب متفاوتة ضئيلة، ولكن النسب الأبرز هي اعتداء الزوج على الزوجة واعتداء الزوجة على الزوج. نرجع إلى أسس الظاهرة، من أين نشأت برأيك؟ ما هي المسببات التي جعلت أن تتحول من حالة اعتيادية مجتمعية في كل المجتمعات إلى ظاهرة في العراق عندما نتحدث عن العنف الأسري؟
بالتأكيد مثل ما تعرف حضرتك، هي ظاهرة العنف الأسري ظاهرة أزلية وفي كل بلدان العالم منتشرة، ولكن بنسب متفاوتة. يعني بعد 2003 نتيجة تطور التكنولوجيا الغير مسبوق، السوشيال ميديا، مؤخرا انتشار المخدرات، نوعا ما الفقر، كل هذه الأسباب أدت إلى ظهور العنف الأسري بشكل أكبر، وظهور حالات غريبة من العنف الأسري لم تكن موجودة في مجتمعنا سابقا، خصوصا مجتمع يعتبر من المجتمعات المحافظة. كثرة انتشار المخدرات، معظم المشاكل اللي تجينا، بالمناسبة احنا لدينا الخط الساخن 139 نوهنا عليه في كافة السوشيال الآسيسيال وعراقنا وكورك، عند تعرض اي من افراد العائله الى عنف اسري يتصل بالرقم 139. بعد ما خصصتم هذه الرقم او هذا الرقم، ما هي معدلات الاستجابه وقدره التعبير؟ يعني اغلب حالات التعنيف هي اما نساء لا يمتلكن القدره عن التعبير او رفع اصواتهن، هي اساسا اذا كانت معنفه كيف تمتلك القدره أن لا تخجل وتذهب إلى مركز الشرطة أو إلى على الأقل دوائركم. أطفال أيضا يتعرضون إلى انتهاكات كاعتداء جسدي وجنسي ولفظي وكل هذا، شلون معدل الاستجابة مع هذه الأرقام التي وضعتموها؟ ولذلك وجدنا رقم 139 من البيت تقدر تتصل أي عنف تتعرض له، لدينا خط ساخن يعمل على مدار 24 ساعة، ضباط وضابطات يعملون في بعض الأحيان اكو تعنيف للمرأة تستجيب لأحد الضابطات، يتم تسجيل الدعوة فورا والاتصال بالقاضي المختص وأخذ أمر شفهي بالتحرك على المكان، نأخذ العنوان كامل مع رقم الهاتف، نذهب إلى المكان و نحرر المعنفة. بعض المعنفات معرضات يعني داخل البيت يتم قفل البيبان عليهم أو عدم خروجهم. سنعرض الزميل علي العبايشي سيعرض لنا ربما على الشاشة أو بشكل مباشر فيديو لإحدى المعنفات المحتجزات اللي من خلال القوات الأمنية وكوادر مؤسستكم قدرت أنه توصل إلى مكان الاحتجاز وأيضا تطلق صراحة. بعد ما أطلق الصراحة ليست يعني لم تجدوا فقط أن هذه الإنسانة معنفة، بل أن من عنفها هو أصلا متورط بقضايا تجوير وجرائم أخرى. نشاهد الفيديو ونعلق عليه. هو زوجك؟ عندك حق الزواج؟ موجود مع انت وزوجتك؟ موجودة. شو يسوون هذا؟ هذا مكتب لو سكن؟ مكتب وسكن مع بعض. مكتب وسكن، انت زوجته رسمية حق الزواج هنا بالعراق؟ ايه. اوكي، اريد البطاقة مالتك وهويتك والدخول مالتك الإقامة هناك. شو اسمه زوجك؟ انا اسعد. اي هو اسعد. سوري حتى تبعي سوري. من خلال لهجتها هي سورية الجنسية؟ اكيد عربية من سوريا تعرضت للعنف بساعة متأخرة من الليل. تم اتصال بحد كوادرنا النسوية المفروض زينب مع القوة، تعرفين حضرتك هاي امرأة طيب. احتمال في وضع، فذهبنا إلى توجهنا لمكان الاحتجاز، العنوان الدقيق، البيبان المقفلة، تم كسر البيبان وإنقاذ المعنفة. كيف وصلت الإخبارية؟ عن طريق زميلتها صديقتها أنها قالت متعرضة للعنف بالعنوان التالي، تحريرها. وجدنا بالإضافة إلى التعنيف وجدنا جوازات سفر مزورة، وكذلك وجدنا فيز سورية مزورة، ويستخدم هذا كمكتب بالإضافة إلى نوع من أنواع التجار بالبشر. التجار بالبشر بالضبط. تم العفو
اصدار ثلاث مذكرات قبض بخصوص احداهما للتعنيف والاخرى للتزوير. المجرم وين هسه؟ قواتنا الامنيه تبحث عليه ان شاء الله في طور القاء القبض عليه وتسليمه الى العداله لينال جزاه العادل. كثيرا من هذه الدعاوى يوميا فقط على الخط الساخن عشرات المناشدات تاتينا سواء في بغداد او في المحافظات يتم من قبل ضابط الخفر الإعازة الى تلك المحافظه اللي يتعرض بها التعنيف وارسال قوه بعد استحصال موافقه القضاء لانقاذها. دعني اتوقف عند تفصيله الاتجار بالبشر. يعني بالعاده انا فتحت هذا الملف في حلقات سابقه وبرامج سابقه عبر الشرقيه وحضرتك متابع جيد. تحدثنا عن ربما الاتجار بالبشر عن طريق استقدام العمالات الاجنبيه ودخولهم بطرق غير شرعية إلى البلد. شنو ممكن اليوم يدرج ضمن ظاهرة الإتجار بالبشر؟ يعني هل يتم استقدام سيدات للعمل ليس فقط في مجال الخدمة، ربما بأعمال مشبوهة على سبيل المثال؟ بالتأكيد قانون الإتجار بالبشر سنة رقم 28 سنة 2012 طرق لحالات الإتجار بالبشر، ولكن ركز بصورة رئيسية على الإتجار بالبشر للأحداث. وهناك الماده 6 من قانون الاتجار بالبشر عقبت عقوبه قاسيه للتاجر العفو بدون سن 18، والماده نصها يعاقب بالسجن المؤبد وغرامه 15 الى 25 مليون كل من استغل ما دون 18 لاغراض البغاء والدعاره وتجاره الاعضاء والتسول. يعني حتى التسول هناك مافيات تستغل الاحداث بالتسول يعاقب بالسجن المؤبد وغرامه لا تقل عن 15 مليون ولا تزيد عن 25 مليون. تطبيق القانون على الأرض بكم نعطيه نسبة بالمئة؟ لأننا اليوم تحولت حتى بعض الأماكن إلى أماكن مشبوهة، يعني ربما هو مقهى بالظاهر لكن خلف الكواليس هو مكان مشبوه يتم فيه بالتأكيد يتم القبض عليهم تجارة بالبشر وحتى المخدرات، ويتم القاء القبض عليهم وتدوين افاداتهم واحالتهم الى قاضي التحقيق المختص والذي بدوره يصدر قراراته المناسبه بشان الموضوع سواء كان تجار بالبشر او عماله قادمه بصوره غير نظاميه او حسب الوضع الخاص بتلك القضيه. حضرتك من الاشخاص الذين ربما يتحفظون عن ذكر الارقام والنسب، تقول نحن لسنا بصدد التهويل او تخويف الشارع او تحويل الحاله الى ظاهره، فبالتالي نحن نبحث عن حلول. وانا هنا من موقع المحاور ربما استضيف مختصا نفسيا او مرشدا اجتماعيا يتحدث ويفكك لي القضايا، لكن عندما احاور جزء من منظومه تنفيذيه في الدوله وجزء فاعل في المنظومه الامنيه المفروض انه يعطيني نسب على الاقل وارقام. انا اتحدث عن فقط، عذرا دكتور، اريدك ان تجبني تحديدا على تفصيله تخص الاماكن التي اغلقت على انها مقهى او كوفي كما يطلق عليه وهو في الحقيقه ليس ذلك. مراكز المساج وغيرها. بالتاكيد كاحصائيات حضرتك تعرفين احنا تحفظنا لغايه المصلحه العامه، يعني حضرتك اعلاميه يمكن راح تنطين ارقام وخلاص انتهى الموضوع. احنا غايتنا لا مو انتهى الموضوع. لا اني لما تقول لي غلقنا 100 محل بجانب الكرب بحكي عن احصائيات التعنيف أنا الاسري. انا لازم اتوقف، لا عفني من العنف الاسري، انا احكي على غلق الغلق هذا معني بالامن السياحي. نعم اللي تابع للاستخبارات بس جزء منه الى الاتجار بالبشر، انتم يجيبوا لكم المحتجزات، يجيبوا لكم المختطفات. بالتاكيد سواء كان اذا انهم مو عراقيين يحالون الى الاقامه ويسافرون الى بلدانهم، واذا عراقيات يطبق عليهم اذا كان بغاء قانون البغاء، واذا كان يعني حسب التوليفه القانونيه اللي وجدت او وجد صاحب المكان في 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 اوانها. يعني ربما نعطي نسبه مئويه رقم لما تم اغلاق او على الاقل حالات التي وجدت حملات وهن عراقيات على سبيل المثال تحت مسمى مثلا هي عامله في مقهى أو في متجر ما أو في مركز مساج، لكن في الحقيقة هي تستغل جنسيا وجسديا. بالتأكيد حملات مستمرة أو على سبيل وزير الداخلية والسيد وكيل وزارة الشرطة بإجراء جولات مستمرة في عموم محافظة بغداد وبقية المحافظات،
لغلق القاء القبض وغلق على الاماكن المشبوهه والتي ليس لديها اجازه ممارسه مهنه. الان معظم المحلات اللي ذكرتيها حضرتك ليس لديها اجازه ممارسه مهنه من هيئه السياحه بصفه مقهى او بصفه، ولا زالت تعمل؟ يتم اخراج مفارز من وزاره الداخليه الجهات المعنيه للامن السياحي برفقه هيئه السياحه، ويتم اغلاقها واحاله صاحب المحل الى القضاء لينال جزاه العدل. هذا الستندر ما هو معمول به ليس فقط في العراق، لكن قل لي الآن هل هناك محال تعمل وفق هذا السياق وهي خارجة عن مضمونها كمقهى أو لكنها في الحقيقة هي مركز لإتجار بالبشر؟ لا، نحكيها بصورة عامة، عموم الكوفيهات اللي منتشرة في ضمن نطاق العاصمة بغداد أكثر من 95% من عندها هي غير مجازة من هيئة السياحة. 15% من؟ لا، 95% من الكوفيهات الموجودة، خلنا أقول ضمن نطاق العاصمة بغداد، هي غير مجازة من هيئة السياحة. ما مجازة تعمل بدون إجازة. تعمل بدون إجازة. من يوفر لهم هذه المظلة للعمل بدون إجازة؟ هيئة الجهة المعنية بغلقها هي هيئة السياحة بمرافقة الأمن السياحي. تمام. طلبنا، أنا التقيت بهيئة السياحة. طيب. حتى طلبت لهم، قلت لهم نقنن، نسوي فت قانون يفتح المقهى الساعة 3 عصرا ويغلق 11 مساء لضمان عدم ولوج الأحداث، المدارس، تسرب من المدارس ودخولهم، اللبس المحتشم للنادلات، تقديم المشروبات الساخنة والباردة، عدم دخول الأحداث، عدم عمالة الأحداث، وبالتالي الفقرة الأخيرة يعاقب صاحب الكوفي المخالف التعليمات الإعلامية بغرامة أو بحبس. أهم نقطة، لازم إجازة ممارسة مهنة من هيئة السياحة بصفة مقهى وليس ملهى. معظم الكوفيهات تشتغل كملاهي للأسف. معظم المقاهي هي في الحقيقة الكوفيهات، العفو، الكوفيهات هي مقاهي. لا، مو احنا اكو مقاهي شعبية تختلف. أي. هاي الكوفيهات، ها الكوفي اصبح مصطلح يطلق على المطاعم التي يعني السياحية اللي يرتادوها الشباب، يرتادوها الاحداث، مشروبات العمالة اللي بيها احداث بالمناسبة، اذا يستغلهم صاحب الكوفي بهكذا امور هي في الحقيقة ملها يدخل. لا لا، يعني لا انت وصفت قبل قليل، انا قلت لك اعطاهم اجازة ممارسة مهنة. لا عذرا دكتور، انا سمعي جيد قبل قليل، جدا سمعت جيد. قبل قليل ده تقول انه يعني اغلب الكوفيهات هي بالحقيقه ملها. لا لا لا، السياق الصحيح اللي قلت لحضرتك، قلت لك اعطاهم اجازه ممارسه مهنه كمقهى وليس ملها. اعطاهم اجازه ممارسه مهنه. والله قلت اغلبهن تعمل بها. لا، اعطاهم التسجيل موجود. زين، نرجع لك. اعطاهم اجازه ممارسه مهنه. زين كمقهى. طيب. المقهى شنو؟ بتجرد. اذا تسمحي لي. ارجوك بتجرد. نقطة نظام. بتجرد. اربيل. نعم. عند الشيب. طبين هسه الكوفي، تلقين اللبس محتشم من النادلات، الساعة بالعشرة يغلق الكوفي، مشروبات ساخنة وباردة، ماكو أي تجاوزات. أمن سياحي يراقب، الدولة تراقب، بالتالي ملتزمين. نأمل في بغداد واللي هي الحالة العظمى موجودة أنه يقنن، يصدر قانون لعمل هذه الكوفيهات، وبالتالي يحاسب صاحب الكوفي إذا خالف هذه التعليمات، سوف يضطر للالتزام والتقييد بالتعليمات. سأصيغ السؤال مرة أخرى، مقهى أو سميت حضرتك كوفي كما يسمى ودارج هو محليا، يقدم مشروبات قد تكون ممنوعة، أيضا ربما يقدم حتى أنواع معينة من المخدرات قد تكون في من خلال الأراجيل وغيرها، هذه والنادلات أيضا قد يكون هن إحدى ضحايا الإتجار بالبشر. بالتأكيد. شنو ممكن نسمي إذا لم يكن مقهى أو مقهى غير مرخص وتحدث فيه أشياء مريبة، شنو ممكن نسمي؟ بالبدء وزارة الداخلية جولاتها التفتيشية مستمرة للكشف عن المخدرات بكلاب البوليسية الكيناين في هكذا أماكن، وبالتالي والبحث عن الأحداث الجانحين في هذه الأماكن أو العاملين في هذه الأماكن، ويحاسب صاحب الكوفي إذا وجدت عمالة فيه أو دخول أحداث، وألزمنا أصحاب الكوفيهات بوضع قطعة في مكان بارز يمنع دخول وعمالة الأحداث في هذه الأماكن.
ارجع على 95%، انا راح ابقى يعني لا بالتاكيد 95% مثل ما ذكرت حضرتك، 95% من المقاهي والكوفيات غير مجازة، هي غير مرخصه، غير مجازة. من يدعم عدم اجازه تلك المقاهي وخليهم براحتهم؟ اكو غطاء سياسي؟ لا، السؤال ليس من يدعم، السؤال كل شخص يجب ان يقوم بواجبه الرسمي. هيئه السياحه، هسه احنا امانه بغداد لديها شرطه الامانه تذهب الى المناطق المتجاوز عليها، بالتالي تزيل التجاوزات. ما سمحت لي اكمل السؤال. نعم. ما هي هذا تقصير من هيئه السياحه صح؟ المفروض واجبها. اي زين، هل هيئه السياحه هي مقصره ام هناك يد اقوى منها تفرض عليها انه يابا عفوهم ذولا براحتهم، ذولا رزقنا عليهم؟ هيئه السياحه ليست تابعه لوزاره الداخليه لكي حضرتك يوما بالتأكيد ما يعني أنت كنت عنصر فاعل، نائب قائد شرطة مرشح لشرطة أحد المدن المهمة بالعراق، حضرتك رجل أمن اليوم، أنا إذا أخاطبك رجل أمن، يعني أنا لو ما هيئة السياحة مقصرة لو ما أم هناك ضغوطات على هيئة السياحة؟ لا بالتأكيد تقصير في هيئة السياحة، وذلك أنا اللي جئت لهم. أنا رحت لهيئة السياحة قلت لهم عندي مشروع قانون، أي؟ قرار نظام زين. أعملوا بي نقطة 2-3، إصدار إجازة ممارسة مهنة من هيئة السياحة، إصدار إجازة صحية من وزارة الصحة، عمل الكوفي، لبس المحتشم، كذا كذا كذا، بالتالي الغرامة الفرضها على صاحب الكوفي راح يلتزم صاحب الكوفي. أعطيناهم الحلول، بغى التنفيذ عليهم، فبالتأكيد أكو تقصير، أكو تقصير من هي، ماكو غطاء سياسي يسمح لهكذا أمور، أكو تقصير من جهة، حتى لو التقصير من عندنا يجب أن أعترف أنه تقصير من عندي وعالجة. ولكن فعلا ما يمنعها انه تصدر اجازات ممارسه مهنه، همين تقدر تفرض ضريبه عليهم تستفاد ماديا. والله يعني صراحة يعني دائما منشيل غيبتهم الأحزاب السياسية بسبب استشراء الفساد وأيضا العبث بالمنظومة الأمنية والاقتصادية، فبالتالي دائما نقول هي ونسمعها احنا كأوساط شعبية اليوم أتحدث بلغة المواطن، نقول والله هاي الأحزاب هي اللي داعمة الملاهي، داعمة مراكز المساج وغيرها، وكل ما ينشر الرذيلة في المجتمع بالوسخ. نحن أيضا يعني مدن مدنية، العراق مدني. نحن لا بلد. نحرم ونحلل، لكن بالتالي نحن بالضد من هذه من الإتجار بالبشر وهذه الطرق والممارسات القذرة. لكن أنت الآن يعني تخلي ساحة الأحزاب. لا أنا أعمل ضمن اختصاصي، أنا رجل إنفاذ قانوني. لا برأيك أنت شخصت، قلت هاي رجل أمن. بالتأكيد أنت لماذا لم تعطي إجازة ممارسة مهنة؟ وإذا ما أعطيت لماذا لم تغلق منظومة أمن سياحي موجودة عندنا وزارة الداخلية فعالة؟ السيد الوزير وزير الداخلية يقول اعملوا وفق القانون. لماذا لا تصدر إجازات ممارسة مهنة أو غلق هكذا أماكن؟ أنا أذهب إلى الشخص المعني. طيب. أما الشخص المعني متعرض لتأثيرات أنا ما يعني مو يمي الحالة، فلا تكهن. ولكن صفة قانونية التقصير من هذه الجهة. يعني نرجع مرة أخرى إلى نترك الإتجار بالبشر إلى العنف الأسري، ويمكن أكثر سؤال نسأله هو خطية الأطفال ذول الضحايا لما يكبرون ويشاهدون فيديوهاتهم وهم يعنفون ليتناقلها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وننقهر عليهم، لكن هم لما يكبرون شلون راح يشاهدون نفسهم بعد 20 سنة ويشوف حالة هو كان عرضة للترويج وربما للتهكم والاستهزاء وغيرها وحتى التعاطف أحيانا مؤذي. أبرز قضية أذتك نفسيا شخصيا حسيت أنه هاي القضية تتعلق بالعنف الأسري استنجدت بدائرتكم أو استنجدت بالدوائر الأخرى الموازية، حسيت أنه هالشيء جدا مؤلم كان؟ والله يا أستاذ زينب معظم الدعاوى معظم اللي تجينا خصوصا كالخوصافة ومحافظات مؤلمة جدا معظمها، لأنها تمس القاعدة الأساسية لبناء المجتمع العراقي ألا وهي الأسرة. طيب. يعني الطفل إيش راح يصير من يشوف الأب يضرب الأم أو الأم تضرب الأب أو هكذا أمور تحدث أمامه، شنو مستقبل راح يصير، شنو تفكيره من راح يتزوج، شلون عامل زوجته. احنا ما ننظر حالة العنف الآنية، نسوي دراسات من 10 سنوات هذا الطفل إيش راح يصير. ولذلك يجب تثقيف العائلة العراقية. العائلة العراقية أثرت عليه عدة تأثيرات. تأثيرات السوشيال ميديا الغير محسوبة. السوشيال ميديا استخدام السوشيال ميديا السلبي. يعني شخص أموره تعبانة كلش بالسوشيال ميديا، لديه صديقات
يتعامل معها كأنه هو كينج، ملك، لديه أموال، لديه. من يرجع الواقع الحقيقي هو لا شيء، صفر. فراح يصير عدم ملائمة بين واقع الافتراضي، واقع الافتراضي والواقع الحقيقي. بس بالتالي يلجأ حالة عامة دكتور، لا اسمحي لي، يلجأ إلى أضعف حلقة بالمجتمع ألا وهي أسرته. هاي وحدة. اثنين، المخدرات. المخدرات الخطر المحدق بالعراق، يجب اجتثاث المخدرات من جذورها. لا تكون معالجات عمودية، أريد معالجات من الجذور. هسه إذا أسألك دكتور عذرا للمقاطعة، مخدرات، سوشيال ميديا، ووضع اقتصادي، هم ثلاثة سأسوي لياهم بالتسلسل، من الأولوية إلى المسببات في هذا؟ احنا نقول الوضع الباحث مو تختلف. الوضع الاقتصادي، العراق في زمن الحصار بالتسعينات كان وضع اقتصادي متردي جدا. طيب. ولكن ما لاحظنا هكذا أمور. زين. انتشر السوشيال ميديا بعد 2003، عدم القناعة بالرزق، عدم القناعة. قبل كل واحد كان مقتنع برزقه، العامل عامل، موظف موظف، الضابط ضابط، طبيب طبيب، ماكو طبقات متسلقة. هذا دا يطلع للشارع دا يشوف صاحب ثاني مشترى بيت مشترى سيارة مشترى، فيصير اكو صارت تفاوت بطبقات المجتمع، بالتالي تولد أذى عن النفس يؤدي سلبا على العائلة مالته. المخدرات، المخدرات وخاصة الكريستال. زين. الكريستال. بس دكتور، قاتل العائلة. دكتور يعني هسه أكو دول أيضا تتفشى بها المخدرات. أنتم من خلال دراساتكم، إحصاءاتكم، المؤتمرات اللي شاركون بها، هل وجدتم تقارب؟ يعني أكو حالة مشابهة أن العراق والدول التي تعاني من تعاطي واستشراء المخدرات بها هي فقط اللي يكون بها نسبة العنف الأسري أزيد مقارنة مع الدول الأخرى؟ فعلي أساس استندتم بأن المخدرات هي من ساهمت في تفاقم العنف الأسري؟ أكثر الدول خاصة الدول العربية كانت فيها المخدرات بنسب متفاوتة موجودة. العراق إلى حد 2003 كان شبه نظيف من هذا الوباء. بعض الدول العربية تستخدم المخدرات الزراعية. العراق الديج عليه ودي أثر سلبا، والتأثير القاتل على الأسرة هو الكريستال. هذا الكريستال من السلائف الكيميائية اللي يغسل يؤدي خلايا الدماغ، بحيث يتصور المتعاطي أنه والدته هي حبيبته، أبوه هو عدوه، بالتالي تزيد جرائم زنا المحارم وتزيد جرائم قتل الأصول. كل هاي مصنفة. القضاء بالدرجة الأولى على المخدرات راح يخفض من العنف الأسري بنسبة أكثر من 50%. طيب، لفتني شيء أريد أرجع له فيما يخص الإتجار بالبشر. كان نحن ندور في فلك واحد هو يقودنا شيء إلى شيء الآخر. يعني عندما نتحدث عن الإتجار بالبشر، يعني فاتني أن أتحدث عن النوادي الليلية اللي الآن هي موجودة في بغداد، وبعض من أتى موجودة أيضا في أربيل وحتى دول الجوار. يعني القصة ليست حصرا في بغداد. شلون جاي تتعاملون وياها تحديدا؟ هل وصلتكم اخباريات في انه اكو بنات قد تم بيعهن من بغداد مثلا الى اربيل او الى الخارج؟ قانون تجار البشر وضع انه المرأة اذا تعرضت لتجار البشر يحاسب المستغل وفق المادة 6، ولا يعتد حتى بموافقتها. يعني حتى إذا كانت، ولكن هناك خيط رفيع ما بين البغاء وبين تجارة الأعضاء، العفو، ما بين البغاء وما بين التجار بالبشر. نعم. قضاة التحقيق في هذه المواضيع دقيقين جدا في فرز إذ ما كانت هذه المرأة هي بغية أو هي متعرضة للتجار بالبشر. إذا ثبت أنها متعرضة للتجار بالبشر تعتبر ضحية، ولا يعتد حتى بموافقتها ولا تحاسب قانونا. أما إذا كانت بغاء فتعاقب بعقوبات قاسية تصل إلى السجن أكثر من 5 سنوات. وفق الملاحظات ووفق الحالات التي تم تشخيصها، بالضبط، هل أغلب من هن اليوم يعملن في هذه الأماكن هن ضحايا أم بملء إرادتهن جئنا إلى الملهى أو معظم القاصرات ضحايا؟ معظم القاصرات يعني مو يعني
القانون نعم. القانون العراقي يعتبر كافة القاصرات ضحايا وليس معظم صحيح المعلومة. هذا القانون، لكن ضمن الحالات اللي شخصتوها أغلبها ضحايا. حتى لو ضحايا. يتم إلقاء القبض عليها في أماكن الدعارة وهي قاصر تعتبر ضحية ولا تحاسب، يحاسب من استغلها وفق المادة 6 من قانون إنجاز البشر واللي كما أسلفت توصل عقوبته إلى المؤبد وغرامة 15 إلى 25 مليون. شو اللي يخلي البنت القاصر تصل إلى هؤلاء التجار أو السماسرة أو إلى هذه الأماكن؟ يعني حضرتك شرحت لنا على موضوع المخدرات، شرحت لنا على السوشيال ميديا، لكن اليوم الجنبة الاقتصادية شو قد تلعب دور فيما يخص أنه هي طفلة أو مراهقة معنفة وجدت ضالتها في تلك الأماكن، أنه هي ما عندها يعني شيء تسترزق من خلاله، لو القصة أنه هي تريد تهرب من أهلها وخلاص. كل ما ذكرتي حضرتك، بعضهم هاربات، بعضهم الأب متوفي الأم مريضة، بعضهم صديق السوء تجلبها لهكذا أماكن، بعضهم يعني أحد الحالات اللي ذكرناها سابقا اللي حتى تعدنا سابقا العفو، أحد الفتيات القاصرات تعرضت مشاهدة كلامية مع والدتها، خرجت برا الدار، صعدت بتاكسي، استغلها بالتاكسي وجد لديه مخدر. من هنا ننوه للشعب العراقي وتحذير أنه أي سائق تاكسي أو أي شخص غريب يعطيه أي مادة يعطيه لا يستقبلها من عنده نهائيا. اتضح بهذا العصير مخدر، بالتالي استغلوها لأكثر من مرة لمدة أسبوع، بلغوا أهل عن اختفائها وخطفها. عندما أجت لدى الأسرة كانت متناولة المخدرات رغما عنها، بالتالي ما تقدر تتكلم. من خلال القلم والكتابة تبينت هي طالبة بالخامس إعدادي متفوقة علميا، ولكن خرجت من دارها وتم تعرضها للاستغلال من قبل صاحب التاكسي. فعلا تم الانتقال إلى دارهم وتم فعلا كان مسجل أنه متعرضة للخطف، تم تسليمها إليهم من قبل قاضي التحقيق، تم متابعة قضيتها مع ذويها وهي بصحة جيدة الآن. إذا لم تعد إلى ذويها، هناك يعني مرحلة انتقالية أو مكان نقدر نسميه مؤقت اللي هي دار الإيواء، صح؟ شنو قصة هذه الأماكن؟ هذه تأوي من؟ دور إيواء المعنفات هذا ذكر في قانون العنف الأسري الذي لا زال يراوح في أروقة مجلس النواب منذ أمد بعيد. لا نستطيع إحنا حاليا أن نفتح دور الإيواء المعنفات إلا بعد إقرار قانون العنف الأسري. لدينا مشردات مع تحت سن 18 عندما يلقى القبض عليهم في الشوارع يسلمون إلى دور مشردات التابعة إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. يعني هذه يسموها دور المشردات وليس دور إيواء. دور إيواء المعنفات العفو حسب القانون تكون مسؤولة عنها إذا بعد إقرار القانون في كل محافظة يجب أن يكون دار إيواء عندما تتعرض الزوجة أو الأطفال إلى تعنيف يلجؤون إلى دور إيواء المعنفات. تنتشر ظواهر سلبية الآن في العالم وليس فقط في المجتمع العراقي، حضرتك يعني جزء من هذا العالم، تسمع بالمثلية الجنسية، لكن ما هو أتعس منها هو موضوع البيدوفيليا، التحرش بالأطفال. أغلب الحالات اللي تخرج إلى الإعلام وتتحدث عن أنها ضحايا عنف تقول بأن أما زوج أمي تحرش بي، أو الطفل يقول زوجة أبوي تحرشت بي وضربتني أو شيء، أو قد يتعرضون لاغتصاب مباشر. كم نسبة أعداد الأطفال أو المراهقين أو الأحداث الذين جاءوا إلى مؤسستكم أو على الأقل تم رصدها بأنهم هم ضحايا التحرش؟ للأسف بعض الدعاوى اللي اجتنا تحرش الأب ببنته، اغتصاب أب لبنته نتيجة تناوله المخدرات. إذا كل ما نرجع على المخدرات التي هي الخطر الأشد على المجتمع العراقي. المثلية حضرتك ذكرتيها هسه في كل دول العالم هناك تعريفة مبلغ من المال تدفع لكي تفتح المواقع الإباحية أو الإلحادية أو المثلية، ولكن في العراق البلد الوحيد الذي يكون مفتوح على الغارب. لدينا جرائم كثيرة في أحد القانون القبض، أحد الأحداث بجريمة اللواط، فقعدت يمي حكيت لك لبابا ما يجوز حرام قوم لوط كذا، قال أنا ما أعرف، أنا أبوي متوفي وأمي موظفة، فأفتح السوشيال ميديا
أشوف أفلام إباحية رجل مع رجل. فأتصور أنه هو هذا العادي، ما حد ثقفه. شوف كم ألف واحد مثل هذا أصبح أنه المثلية الجنسية، وأصبح باللواط أنه بدون سبب، بدون العفو، بدون معرفة منه. هسا حلو أنت تفكك بطريقة يعني علمية، أنه أنت رجعت لي لما الضحية تتعامل وياه على أنه فعل الجاني ممكن أن يكون ضحية. ضحية بالتأكيد. هذول شلون تضمن أنه أنت تعالجهم بدل أن تزجهم وسط كوميونيتي هو مليء أصلا بالشاذين والسراق وتجار المخدرات ومتعاطيها؟ هل هناك أخذ بنظر الاعتبار من قبل المؤسسة الأمنية وخصوصا مؤسستكم بأنه تراعي هذا الجانب، أنه هذا الطفل قد يكون ضحية بدون تعليم بدون رقابة، وجد نفسه وسط بيئة سيئة، فبالتالي عندما تعاطى المخدرات أو يعني صار عنده حالة من الشذوذ الجنسي، بالتالي إحنا مطلوب من عندنا كدولة تتظافر في سبيل أن تحمي هاي الفئة حتى بالأخير ينتج فرد صالح. الدولة تعمل وفق هذا الأساس وتجي وتزج بالسجون. لا لا عفوا، هاي الفئة هي القاعدة الأساسية لبناء المجتمع. هاي الفئة اللي فئة الشباب خاصة نقول 19-18 أحداث، ولكن 22-23-24 هي اللي بنت العراق القديم. ثقافة حمرابي، ثقافة قلقامس، ثقافة، هم ذول الشباب. عدو أنه يريد ينهي هذه الطبقة. يعرف أنه تطورنا بهؤلاء. زين. جاب لهم المخدرات، جاب لهم المثلية، جاب لهم الإباحية. بس عذرا دكتور، أعرف شو تفكرين. كل هالأمور بس قل لي، الدولة تتعامل تيجي وتخلي بالسجن أو بالاحتجاز لو تعالج؟ تعالج باحي. قانون رعاية الأحداث، حتى القانون مو قانون عقوبات، قانون رعاية الأحداث. مادة 52 أولا شو تقول؟ لا يحجز الحدث على المخالفة. الحدث إذا ارتكب مخالفة ما يعجز، يسلم إلى ذوي مقابل تعهد بالمحافظة عليه. طيب المادة 30 شو تقول؟ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة. كل ولي شجع الحدث أو الصغير على التشرد من انحراف السلوك، شوفي عاقبت الأم والأب، عاقبت ما في التسول، عاقبت أنه الحدث في حالة المخالفة ما ما يحاسب قانونا. كل هاي تصب بمصلحة الحدث. ليش؟ لأن هذا بعد مثل الطين الاصطناعي سهل التركيب. خوش. من يعمر 18 إذا انحرف، شوف بعي نحن ليش دائما نركز على الأسرة العراقية؟ مديرية حماية الأسرة من أهم مديريات كافة الجهات الأمنية وليس وزارة الداخلية فقط. ليش؟ لأن هاي الأسرة إذا صلحت راح تنشأ جيل هو قاضي والضابط والطبيب. وإذا فسدت راح تنتج جيل اللي هو القاتل والمجرم وتاجر المخدرات. فإذا أنشأنا قاعدة أساسية راح يصلح المجتمع. تنظير رائع. على الأرض هل هو معمول مثل ما ذكرت حضرتك أكاديميا وعلميا ما تقوله، وحتى تتحدث وفق قانون يعني؟ أكيد. هذا كلام مو جايبة من بيتكم حضرتك. أدن أكد. إحنا زين، هل هذا الشيء معمول به لو إحنا نصنع مجرما؟ لا. نصنع شاذا تبقى إحنا ومعاملتنا معه. يعني أنا في مرة جابونا تنظيم داعش الإرهابي انتماء أحداث صغار، شادين عيونه، قلت له بابا افتح عينه اقعد هنا جيبوا له شاي. قال أنا ما حد عاملني قبل هيجي. أني تنظيم داعش يقول لي الجيش عدوك، الشرطة عدوك، الناس تكرهك، كذا. بابا احنا مثل أباكم، أنتوا جيلنا، أنتوا. قدرت أن أشيل جزء من تفكير اللي غرزت به التنظيمات الإرهابية. تعاملنا اللي يكون مع هؤلاء بتصرف جيد، بتصرف أخلاقي، بتصرف أبوي، ثقي بالله العظيم كلهم مغرر بهم ويرجعون إلى جاتة الصواب. الأحداث إحنا وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لديها موظفين أكفاء، لديها باحثين اجتماعيين. عندما يلقى القبض عليه بجنحة أو جناية ويحال إلى دور رعاية الأحداث، ما يسمونه سجون، إلى دور، هناك أكو دروس تثقيفية بإعادة إجابة الصواب. عندهم شاشات ليستمعون للقرآن الكريم تثقيفهم، لديهم ورشات للحدادة والنجارة وتصليح الموبايل والحلاقة، أمور كثيرة يحاولون يرجعون الحدث إلى إجابة الصواب. ولكن العراق مر بظروف كثيرة، يعني أصبح أحداثهم بالآلاف، اللي والده توفى بحادث، اللي اختفى، اللي طلق أمه وعافى بالشارع، كثير هذه الأمور. ولذلك يجب أن نحل هذه الأمور من الجذور، نثقف،
انت يا اب شنو مصلحتك تعنف زوجتك قدام اطفالك؟ ايش راح تستفاد؟ الرجوع الى الشريعه الاسلاميه كتعنيف اسري، هن لباس لكم وانتم لباس لهن، امساكم بمعروف او تسريح بالاحسان. امرأة كائن ضعيف، الامرأة هي اختك، هي امك، هي زوجتك، هي بنتك، انت بدك تضربها وتسوي بها حاها مثل ما يوميا تجينا دعاوى، ايش راح تستفاد؟ قهرك مادي، انت هذا قلة ايمان، الله سبحانه وتعالى يقول نحن نرزقكم واياهم، انت وعائلتك، رزق على الله. هاي شنو انتم يعني تحاضرون بيهم يعني؟ هذا طبعا لو هذا كلام اعلامي لا 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 لا, لا, لا ابد انتم تسمعوهم بشكل متكرر للجاني نعم احنا اهم قسم عندنا في حمايه الاسره هو قسم الصلح والتراضي، الصلح والتراضي. هناك جرائم بسيطه الزوج يرتكبها او الزوجه او يعني ضد او الاطفال، نسوي عندنا مجموعه علم اجتماع علم نفس نسوي صلح وتراضي. يعني البعض جابوا لي يعني فقط خلال 6 أشهر محافظه كربلاء اكثر من 1000 حاله صلح وتراضي. 1000 حاله صلح وتراضي وتراضي في كربلاء المقدسه فقط بعد ما شانت عنف بس شنو عنف بسيط بسيط بس مرات الزوج حقه يعني جانا في احد الحالات استاذ حامل شهاده الماجستير ضارب مرتب التراث مكسرها اي مو ليش المشكله انه ام الزوجه متعاطفه مع زوجها فسالته شنو السبب ليش هيجي قال يا اخي عندي افاد ايد اسافر وهي تقول لا انت طالع ويا صديقتك راح تسافر يابا هذا مدير عام احكي وياه وشوفي قالت لا لزمه الجواز مالي وشققته بيوم السفر مالتي فايش اسوي لها؟ قلت ليش بابا هيجي؟ ليش سويتي بهيج؟ قدرنا نرعب الصدع وقعدناهم شاي ما ادري شنو سالفنا وياهم خطيه متاذيه هي بعدين رجعناهم البيت والله القوارير احيانا هم ما يقعدن راحه اي لزمه الجواز شققتي ليش؟ زين وكذلك الرجال ما حد الرجال هم يعني لا لا اعتداء الزوج على الزوج اي طبعا كل ساعه يطبل المطبخ استوى الغداء ما استوى يا معود يا بالله عليك بس اذا ترجع للقصه ما اقعد جوا ضربته بسكير شقت راسه شقت الجواز الا ما وراها اكو جذور يعني اكو اذيه لا مو انتم هم مرات يعني عندكم اندفاع النساء فلازم نحتويكم احنا اي هو هو احتواها بالتوفيق بس لازم شققت الجهاز عند الفات يعني سيطلع جواز مره ثانيه عموما اريد اختم وياك هذا الحوار الشيق شكرا لواء عدنان لكن خلينا نخلص الى تساؤل ونحصل على اجابه مثليه شذوذ زنا محارم اعتداء قتل داخل الاسره الواحده كل هذا ينذر بماذا هل نحن امام قنبلة موقوتة تسمى العنف الأسري وتستدعي معالجات فورية من ضمنها تشرع بالقانون ولا تنتهي بالقضاء على المخدرات وتحسين الواقع المعيشي أم أنها تقول بأنها هي حالة طبيعية مثلنا مثل باقي المجتمعات تعالج بشكل سلس لدينا معطيات نعرف الكيرف في الصعود او في نزول كل شهر انا اسوي دراسات عندنا قاعده بيانات فنعرف انه الكيرف في صعود او في نزول ولكن الحل يكمن من الجذور اولا غلق المواقع الاباحيه غلق المواقع الحاديه غلق المواقع المثليه هاي راح تاسس تقليل حاله العنف اكثر من 30% شعليها ما بالتالي انت راح تخلي عنده فضول يروح لا اغلقها هاي تغلق في كل بلدان العالم تبقى مغلوقه في كل بلدان العالم انا افترضت شلون كل بلدان العالم كل بلدان العالم مغلقه تدفعين كارت ب 20 دولار يلا تدخلي لها او 20 يورو اذا كانت اوروبا بيت حضرتك اذا ما بي سياج ممكن اي واحد يطب ويطلع عليه بس اذا بي سياج يمكن واحد بالالف راح يطب عليه انت ما تقول هنا امن عاد تقول اقننا لا 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 بين امنع الاباحي تماما احجبه مو اقننا لا ما تقنين احجب المواقع الاباحيه انت تقول لي بالدول الاخرى اليوم هسه انت محجوب حجب تدفع كارت يلا تدخل له حجب حضرتك هسه داخل الرصيد مالك تقدرين تخابرين بعد حجب المواقع هاي فيقول ما حد يوصلها الا بصعوبه فبدل ما 10,000 واحد يشاهدها راح يشاهدوها 100 تقل هاي ثانيا تجفيف منابع المخدرات ضبط الحدود يعني مشكلتي ما اعالجها الزم لي كم متعاطي او كم تاجر بسيط اضبط الحدود اجفف طيب. منابع المخدرات طيب ما جاوبتني حتى اختم وياك دكتور احنا يعني امام ظاهر لا 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 هذا حلول هذا حلول جيده تشكر عليها احنا امام ظاهر قنبله موقوته ام الوضع تحت السيطره
باختصار لو سمحت. نحاول والله معنا أن نخليها تحت السيطرة. هي مو تحت السيطرة، تحاولون تخلوها تحت السيطرة. لازم نحاول نخليها تحت السيطرة. هاي عوائل، هاي أسر. بس هي تحت، مو تحت السيطرة. لا بالتأكيد عائلة بالبيت تصير عنف أسري، شلون أسيطر عليها يعني؟ سويت خط ساخن، سويت لجان تفتر بالشوارع، تقابل المعنفات، كما أسلفت أنه بالدرجة الأساس نحاول صلح وتراضي، لأن حضرتك إذا زوج عنف زوجته ووقفوه على 413، هاي المادة قابلة للكفالة، بالتالي هل يرجع كما كان مع زوجته وهو توقف؟ راح يصير بها كسر عظم. نحاول جهد امكاننا، خصوصا اذا كانت جرائم بسيطه، نسوي صلح تراضي، لانه الخاسر الوحيد هم الاطفال. لا تشقين جوازه وانت لا تضربها لا تضربها بالتوثيه، وكان الله يحب المحسنين. اللواء الدكتور عدنان حمود، مدير عام مديريه حمايه الاسره والطفل من العنف الاسري في وزاره الداخليه، شكرا جزيلا لحضرتك، نورتنا. شكرا جزيلا زينب. وبالتاكيد مشاهدينا شكر لكم موصول على كرم المتابعه. هذه زينب ربيع تستودعكم الله، نلتقي في حوارات اخرى، الى اللقاء.